السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع جديد عن النصائح الطبية والنصائح الصحية اللي ممكن تفيدك في خلال شهر رمضان الكريم ان شاء الله. وموضوعنا النهاردة هو وهنتكلم فيه النهاردة عن 15 طريقة او نصيحة للتخلص من رائحة الفم الكريهة في رمضان ان شاء الله. طبعا رائحة الفم الكريهة دي رائحة غير مستحبة عند بعض الناس لانه بيشعر بالحرج. طبعا ممكن يكون الاسباب اسباب مرضية، ممكن يكون اسباب تانية كتير جدا هنتعرف عليها من خلال الموضوع ده. وهو ايه هي ال 15 طريقة اللي ممكن عن طريقها تتجنب وتعالج موضوع الروائح الكريهة من الفم في رمضان. اول نصيحة مهمة جدا انك تشرب مية كتير في السحور وبعد ما تفطر ان شاء الله، لان رائحة الفم بتكون اكثر فعالية عند الصيام. ليه؟ لان الفم بيكون جاف، وللحد منها اشرب مية كتير او اشرب سوائل كتير خلال فترة المساء والسحور، تقريبا حوالي من 8 الى 10 اكواب يوميا. تاني نصيحة انك تنظف لسانك. يعني ايه انظف لساني؟ طبعا احنا عارفين ان اللسان البيئة الاكثر قابلية في الفم لتجمع الجراثيم واللي بينتج عنها مشاكل التخمر والرائحة الغير مستحبة. عشان كده لازم تنظف لسانك بظهر فرشاة الاسنان او عن طريق مقشطة اللسان. دي هتلاقيها موجودة في الصيدليات كتير، بتبقى عبارة عن فرشة او مقشطة خاصة باللسان. تنظيف اللسان مرتين يوميا بعد الافطار وبعد السحور، وهي الطريقة الفعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة. تالي الطريقة هو تنظيف الاسنان بانتظام عشان تتخلص من بقايا الطعام اللي موجودة بين الاسنان، واللي بعد ساعات طويلة من الصيام بتتخمر وبتعمل ريحة مزعجة. طبعا تنظف سنانك بانتظام لمدة 4 دقائق على الاقل مرتين في اليوم بعد الفطار وبعد السحور، او حتى موجودة في فرشة موجودة في الصيدليات بموجودة فيها ميقات عشان يعرفك الوقت المستغرق في تنظيف الاسنان، يعرفك انت خدت وقت قد ايه، يعني ما يقلش عن 4 دقائق. فبتنظف الاسنان وتنظف اللثة، وخصوصا بعد تناول الطعام او شرب منتجات الالبان والاسماك واللحوم، وخاصة في وقت السحور. برضو رابع شيء او رابع نصيحة هو تنظيف الاسنان عن طريق استعمال الخيط، لان الخيط بيوصل للاماكن اللي الفرشة ما بتقدرش توصل فيها، وبالتالي بيخرج بقايا الطعام اللي موجودة بين الاسنان اللي ممكن بعد فترة تتخمر وتعمل لك ريحة مش كويسة. خامس نصيحة تستعمل السواك. السواك من الحاجات المفيدة جدا للسنان لتقوية الأسنان وتنظيف الأسنان وتقوية اللثة، وهو بينظف الأسنان بيشيل البقايا اللي موجودة بين الأسنان. نصيحة السادسة انك قبل رمضان تحاول تزور طبيب الأسنان الخاص بيك بفترات منتظمة، علشان لو في تسوس أسنان او حشوات مكسورة او في تباعد بين الأسنان او في جيوب يقدر يعالجها لك. علشان كده المفروض انك تزور طبيب الاسنان طول العام على الاقل قبل ما يجي شهر رمضان ان شاء الله. سابع نصيحة انك تطهر قوالب الاسنان. لو انت بتلبس لأطقم، يعني اطقم الاسنان، لازم انك تغسلها وتنظفها من بقايا الطعام اللي تحتها، وتنقع الاسنان او اللي هو الطعم في محلول المطهر الخاص به خلال فترة الليل وحتى ارتدائه في الصباح ان شاء الله. تم النصيحة انك تكتر من اكل الفواكه والخضار لانها بتحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات، وخاصة فيتامين سي اللي بينشط الدورة الدموية في اللثة. تاسع نصيحة تجنب الاطعمة اللي بتغير ريحة الفم ويتعكرها زي البصل والثوم، لان الفرشة ما بتساعدش انها بتشيل الروائح، انها بتشيل البقايا ما تشيلش الروائح. عاشر نصيحة انك تبتعد عن التدخين بعد الافطار على قدر المستطاع. النصيحة ال 11 انك تحاول تمضغ لبان او علكة خالية من السكر بين الافطار والسحور، لان ده بيساعد على تحفيز اللعاب ويكتره ويزوده، وبالتالي يقلل الريحة اللي موجودة في الفم. النصيحة ال 12 انك تتناول المشروبات العطرية بعد الافطار زي القرفة واليانسون والنعناع والشاي الاخضر، وتمضغ حبات من الهيل وبذور الشمندر ورنفل، لان دي
بتحافظ على ريحة الفم وتخليها عطرة. لو انت بتعمل كل الكلام ده كله ولسه الريحة موجودة، لازم تستشير اختصاصي في الامراض الباطنية او جهاز الهضم. ممكن تكون المشكلة في المعدة وهي المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة. النصيحة الـ 14، المضمضة. حاول تتمضمض دايما بعد الاكل وبعد تنظيف الاسنان بمعقم الفم اللي بيحتوي على نسبة ضئيلة من مادة الكلورهيكسيدين. النصيحة الـ 15، انك لما تيجي تاكل تاكل ببطء، لان الاكل السريع بيؤدي الى تدني نسبة اللعاب في الفم فتزيد رائحة الفم الكريهة. كده نكون انتهينا النهاردة وعرفنا 15 نصيحة في رمضان على عشان تمنع رائحة الفم الكريهة. اتمنى لكم الصحة والعافية. تابعونا في درس جديد ان شاء الله بكرة من النصايح الطبية والصحية اللي بنقدمها في شهر رمضان ان شاء الله. كان معكم الدكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. اتمنى لكم الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.